أعلن نيك كليغ نائب رئيس الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستستقبل عدداً من اللاجئين السوريين الأكثر فقراً، وأوضح متحدث باسم الحكومة أن عدد الذين سيستقبلون سيكون بالمجموع بحدود المئات على الأرجح. وأوضح كليغ أن المفوضية العليا للاجئين قبلت أن الأولوية يجب أن تكون للنساء والفتيات اللواتي كن ضحايا العنف الجنسي أو المهددات بذلك، بالإضافة إلى المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة.